introduction to the episode انا بعملها معك صح دونك احنا بدنا نعمل واحد ثاني عم نبرم عم نبرم ودي مين عم نبرم 69 شو في خيه شو 69 يعني انا هون انت هون انت بدك تقعد هون تعامل introduction الحلقه والعبد الوحدي شو كبست انت خيي؟ انت ضيف بالسيارة مفروض انك ما تلعب بالسيارة انت you have to enjoy the ride enjoy the ride exactly cause you are cruising with مع بعض يعني انا بتضحك على الحلم اللي حد العسلين بقول اي وحده عن جد ايه كم مشوار لهلا صار والله مشوير بدبي صار لي من وقت ما خلص كوفيد تقريبا مره بالشهر افريج مرتين وعند عراق وعند باريس وعند اردن وعند مصر وعند يعني الحمد لله على السلامه بصير بقول شو قصده اي مشوار خبرنا شو عم تعمل شو جديد انت رحيل بعد كل شيء عم بيقطع معه اول شغله كل حدا بيسالني دغري بتضحك دغري هيك بتبتسم تجي تحكي وبقول له الحمد لله اشياء كثير حلوه بباريس الدكان رائع بلبنان الشباب المشاوير البرمي ميد باي نيتشر الكويت العراق الشغل الجديد اللي عم نعمله جنون ومحبه الناس والعراقيه اللي تركوا بلادهم او العراقيين الموجودين هونيك ودبي والشغل والناس والافكار والاحلام والاوبورتونيتيز والشركات روعه واهم شغله انه الشباب انتم كتيم يعني كل العالم اللي حوالي بتاخذ العقل فشو بدي اقول لك شنو جيب اس هيك كويك عبالي ارجع نحكي بموضوع هالجيرني شو حلوه وكيف ركبت مثل الليجو ساعات بقول لي كويك مرتين شو يعني بدي اقول له 10 سنين 30 ثانيه جرب 10 سنين 2012 بلش نوغارلك اونيونز از بلوج الفكره تبعه بلشت بقضيه وبقيت قضيه واخذت قبل ما اجي اقول بدي اعمل بلوج قررت بفكره ليش بدي اعمل بلوج انا ماني شايف ما بدي ادعي اني حدا ليش بدي بلش نوغارلك اونيونز لانه كان بدي اشتغل ضد التيار يلي هو هالتيار يلي هو معي مصاري عندي مطعم بدفع مصاري بحط حالي على التوب 10 ليست وما بقى في شيء جنون 10 سنين and then 10 سنين بقيت كل ما بدي ارجع اغير شيء برجع بتذكر what is the mission the mission كانت انه اكون genuine credible دايما صور الفاتوره ما حط شيء منيح اذا ماني مقتنع انه منيح مصداقيته قبل الدنيا وتطورت الفكره along the way بلشت لدعم المطاعم بلبنان and then رجعت كفت لدعم اللبناني لدعم الانسان اللبناني لمساعد مساعده لبنان نجاحات اللبنانيه برا بعدين من لبنان ل uniting arab culture يعني نحن مع بعض أولاد العم في حدود بيناتنا العرب أكلاتنا شو بيجمعنا لقمتنا بتجمعنا جانا بعدين عملنا دونيشنز عملنا كورو طعمي من كل لبنان لكل لبنان إجا سوق الأكل من أونلاين لأوفلاين يعني من ويب سايت ناس ما بتعرفني ما بتدوق معي لسوق الأكل محل ما كنا سوا نرجع من دوق عملنا دو بوكس ودينا مشوار الضيعة لعندك على البيت رجعنا فتنا على البيت بكوفيد وقت أنا ومرتي عملنا تقريبا شي 100 وشوي فيديوز كفيت شغل برمنا بلد عربية دبي كونسلتنسي كيف أنتوني بيعيش لا مش من الويب سايت من شغله على جانب كونسلتنسي and then empowering people فتحنا الدكان مو نمت لبنان على باريس فتحنا ميد باي نيتشر جامعة وظفت 14 شخص هاب اوف بوزيتيفيتي بس بعد في كتير ما بيخلص اكيد ما بيخلصوا اوكي اليوم كيف جمعتهم كلهم مع بعض انه عن جد الناس بتقول لك اسمع عطري انتوني خبرنا كيف ما بتنصح بعدين حدا بيسالك كيف تاكل كل هالاكلات فالناس بتقول لك شو بتعمل انتوني انا بدي ابلش اول شيء اليوم عم نعيد 10 سنين بنقول لهم مرسي لكل الناس اللي دعمتنا اللي تابعتنا اللي امنت فيي كل الناس وجوه اسامي
لا ربيع بخبرك سر، يعني هذا يمكن اول مره بقوله لدرجه بشوف ناس بالنهار، يعني تقريبا بين 40 50 100 شخص بالنهار، انه كل الناس اللي من وقت ما بلشنا نقارن اونيونز لليوم صايره ذكرتي عاطله 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 عاطله، مش معقول شو عاطله. فبتذكر كل اصحاب مدرسه، كل اصحاب اللي كنا سوا بالجامعه، بلتقى بجعب حدا بعرف كنا سوا شو عملنا، ونهار NoGarlicNoOnions معقول التقى بعشر اشخاص اليوم، بكره ارجع اشوفهم انسى شو اسمهم، مش بقلة احترام بس وحيد الله شو بقول لك. فNoGarlicNoOnions ليش؟ لانه محبه الحياه، محبه الناس، علم علم علم. كل وقت انا بقول مش انا شو بعلم بس انا شو بتعلم، شو بتعلم ترجع فيد، كيف فينا نجمع هاي على هيدي، كيف فينا نجمع الناس مع بعضهم، كيف فينا الناس اللي بتعرف بعضها تكون مع بعضها، اللي بتحب بعضها تكون مع بعضها، كيف فينا نساعد حدا يكون صوت السوشيال ميديا للي ما عنده سوشيال ميديا، الشخص يلي بده يتطور بس ما عم بيعرف كيف، يلي اليوم 2022 بعده مفكر 2001 وكيف لازم يتطور، كونسيومر بيهيفير، كتير اشياء في اشياء براسي كل النهار بتبرم بتبرم بتبرم، بقول كيف فينا نفيد الناس فيها اكثر واكثر. وانا من الناس اللي بتامن يلي بتقول قديش بتعطي ربنا بيردلك، مش مصاري بس بتعطي عطاء، يعني هاي تبع اللي سر المهنه، ما انا خبرك جوجل عنده كل شيء، ما في هيدا الشيء، فاعطيه اعطيه اعطيه، انه لا ما انا خبرك شو بعرف، خبره go all the way. Sharing is caring. بتوصل على محل بتصير تعرف انه اليوم شو يعني consultant، يعني بيجي بقعد مع حدا او مع ناس او مع شركات تساعد تدعم تغير، بس بياخد حق وقتي اللي هو وقتي بطل الي. مشان هيك عم بقول لك يعني جمعه بالعراق وجمعه بفرنسا وجمعه بدبي وجمعه مع عائلتي بلبنان وشغل لبنان، بتوصل على محل انه هول هن ربنا عطينا اربع تجمع، طب ما قال لك عطينا بس 24 ساعه او عطينا، ف بتصير تزبط allocation بحياتك، بتصير تشوف قيمة الدنيا وقيمة الحياة وقيمة الوقت يلي بتاخد حقه على كترة ما انت عم تشتغل. واضحة؟ لا واضحة. انت واضحة معك. The latest two projects، اخر مشروعين هن لدوكان يلي بياخد العقل. لدوكان هو دكان لبنانية بالضيعة انفتحت بباريس بزيت الاجواء، دكانة ام فادي او ام محمود او ام الي او ام توني، دكان المهضومه اللي بتبيع مونه لبنان، مونه الضيعه بباريس، وخلتك انت يا لبناني او انت يا فرنساوي تجي على الدكان وتحس اجواء لبنان، طعمه لبنان، مربى لبنان، مرطبان لبنان، زعترات لبنان. الهدف تبعه قد ما بقدر ظهر المونه اللبنانيه تبع العالم اللي ما عنده شركات وما عنده اوراق وشغله كتير صعبه وعم نلاقي لها حلول. الهدف الثاني انه الكلتشر اللبنانيه، يعني اللي هي كيف بدي اقولها، اساس الاكل اللي هي ثقافتنا اللبنانيه تكون موجوده وين ما كان، وبلشت بالدكان والناس كثير عم تحبه. وجو اخوات. ثاني مشروع هو ميد باي نيتشر. ميد باي نيتشر هو 1000 متر بالوضع الاقتصادي الحالي اللي العالم عم بتقول معقول عم تفتح عم تعمل انفستمنت بلبنان؟ ايه عم بعمل انفستمنت بلبنان. 1000 متر هو محل مونة؟ يمكن. هو common working space؟ يمكن. هو محل تلميذ الجامعات؟ يمكن. هو محل قهوة؟ أكيد. هو كعكة؟ أكيد. هو محل خضرة؟ يمكن. هو محل كل شيء agriculture؟ كلهم. هو أكثر من 20 شغلة، بس الأهم هو hub of positivity and hope. هو هالمحل، محل ما بتفتح الباب سبحان الله، بتفتح الباب بتقول تيجي تضحك على وجهك، بتقول خي شو حلو، نفس إيجابي، مش معقول. والناس عم تجي وعم تظهر، بتعرف على بعضها وبتقعد تشرب قهوة وبتشتري أو لا، بتمد إجرية، بتلعب بيبي فوت، بتطلع على الأرت أند كرافت على الحيطان، بتشوف الفخار، بتطلع على المنجل وبتقول عبالي أرجع بعد. وإذا عندك سيارة كهرباء بنشرج لك إياها ببلاش. أبدا عندك، صار في إلكتريك ستيشن. صح. Very nice. وأنت عم تسوق إلكتريك موتور. صح. بلبنان. صح. Very nice. لكن everything is possible. أكيد. Everything. نيرلي. أصلاً أنت on a personal level you don't say no to anything. أبدا بس بتطلع على فوق بتقول له أنا عبالي ولازم ومقتنع وحاسس إنه لازم أجيب سيارة كهرباء. بتجي سيارة كهرباء. ما راح تفهموني. هي إجت. هيك جد. لا هي ما نزل روح القدس يعني، بس انا بتشتغل عن جد، بتقول عبالي اشتغل بدبي، بتلاقي شغل، عبالي ضلني بلبنان ولاقي حلول تضلني بلبنان انا وعائلتي، بتضلك بلبنان وفيك تقعد تضلك تبوظ كلنا. ليش زعلان؟ هيك. طب ما بعدنا واعيين،
هيك مش شايف الوضع. شو خاصك بالأنا شو جيب لجيب؟ بعدنا واعيين، نمنا منيح، نهار حلو، الشمس الحمد لله، الطقس كتير حلو. لين بوز على العالم وبتبلش من هون، يا ما ملتقى بعالم بفوت على قاعدين خبرونا ما شفت الوضع، ما شفت القهوة بعد، بتبلش بي ما سمعت شو صاير. شو صاير؟ بس هيك. ما في خبرة مثل الأخبار، أنت بتحط الأخبار وبتقول رح بلش سنبدأني 3/4 ساعة. أوكي، ما بتستفيد شيء، ما بتستفيد شيء، لا بتستفيد ولا بتفيد. لأن هي زيت صار لها 30 سنة، لك هي زيتها، زيته مستلم وزيته قاعد وزيته استقبل وزيته ودع وزيته كذب وزيته خبر وزيته سرق وما زيتهم. بس في كمان، وبتعرف أنت أنا بثلاث ربع ساعة بالأخبار مش عاطينك منهم دقيقة تخبروك عن إنجازات اللبناني، عن إنجازات الشباب، صح، عن إنجازات العطاء، عن أكثر من 200 معمل فتح السنة بلبنان. عبالي أحكي عن موضوع بعدين إنه شو رأيك أنتوني بالوضع هلأ؟ بقول لك عم بتصير قصص بتعقد، بدها بعد هيك شي سنة عن جد. وتنزيد على الموضوع إنه يوم السبت عنا إيفنت بأبو ظبي، وعم نحكي بهذا اللي أساسه كان نعمل أشياء العلاقة بالبضاعة اللبنانية، وإذا بتجي أنت ومنكتشف قدي في براندز جديدة، اكتشفنا توباسكو جديد لبناني، تسكر بوجه لشهر بلدك صح؟ طلع لك شو؟ وات؟ هول من لبنان؟ عن جد؟ شو؟ مش معقول، شو في بضاعة جديدة، شوكولاتس، شوكولات براندز جديد، ترندي. وأنا مستعد أخذ هالشنطة، جبنا 90 كيلو، إن شاء الله بصيروا 120 كيلو، أحملهم على كل بلدان العالم، وأخذهم على كل المطاعم اللي بدي إياهم، ونعمل اسمه سبيشال إيفنت، ونعرضهم، نفتحهم، ندوقهم، ونفرجيهم لكل العالم، ونقول لهم هيدا المنتوج اللبناني. اللبناني أخذناه من مونة الضيعة اللي بكلها أنا وبي وأمي، والضيعة حواليا، لمن منتج حلو كتير مرتب كتير مهم، على أساسه بقدر صدره على كل بلدان العالم. بعد ما طلعت بالكاميرا قلت للعالم بشكركم، بشكركم على المحبة، بشكركم صار بتشوفوني كيف تغمروني، بشكركم كيف بتلعب لكم تصوروا معي، بتصوروا معي، بشكركم لأنكم تحضروا فيديوهاتي، بشكركم على أكثر من 50 كومنت بنحطوا على يوتيوب كل يوم، بشكركم على أكثر من 200 كومنت بنحطوا على انستغرام كل يوم، بشكركم على كل الحكي الحلو اللي بتحكوه، بشكركم لأنه عم مأمنين بقضيتي، بشكركم لأنه بتشوفوا شيء حلو، بشكركم لأنه بتحضروا فيديوهاتكم لأولادكم أو لمرتك أو لجوزك يلي منه لبناني وبتقولي له هيدا بلدي، بشكرك يا لبناني اللي عايش برات لبنان اللي عبالك ترجع تشوف لبنان من through my eyes من عيوني، بشكركم كتير. مش معقول يعني، شو بدي أقول لك اليوم 10 سنين في كتير ناس تقعد وتقول إنجازات، هي منا أبدا، بالعكس هي واحد منه حدا إذا ما في حدا دعمه، هو منه حدا إذا ما حدا سنده، هو منه حدا إذا ما حدا إيمان فيه. فأنا ما عمل شيء 10 سنين 3665 يوم، واليوم بقول مرسي وتعلمت كتير. ما نحكي عن lessons learned لا بيخلصوا، كتير إشي حلو. قدي يعني قدي قبلت عالم من كل أطياف الدنيا، إن كان اجتماعية سياسية ثقافية، سافرت بلاد مطارات أوتيلات، إنه اليوم أنتوني أنت بتقضي almost يعني كمان حسبناها تلت السنة أو تلت وشوي برا بيتك نايم بأوتيلات أكتر؟ دام كانوا تلتين؟ نص شوي تلتين ما بعرف نال شو عندها تقول على هالموضوع. الأولاد وين؟ كل ما سافر بحطهم بالفريزر. I'm not sure that's safe. برجع بقول بلا نال ما في، ما في أنطوني، بلا نال ما في 10 سنين، بلا نال ما في نوغارليك نوونيونز. ما بلاقي سبب وطريقة ونقطة إلا ترجع أشكرها وأرجع أقول لها ميرسي وأرجع أقول لها على وقفة تحدي وسندتها ووعيتها الصبح وعشية، وقديش بتهتم بالأولاد وقديش بتهتم بشق كتير كبير من أنا شو بقدر أعمل. فبلا ميرسي عن جديد عن جديد. بعشر سنين ربيع في كتير ناس فيها تقول طب ما كلنا قطعنا 10 سنين فكلنا تعلم، لا أنا 10 سنين عيوني مفتحين لأتعلم. يعني أنا فوت على مطعم مش تأكل، فوت على مطعم تأتعلم المطعم. نايس. بطلع بالطيارة تأتعلم من الطيارة، فوت على أوتيل تأخذ له صور وأتعلم من الأوتيل. واليوم برجع هيك ستيب باك وبطلع طب هالأوتيل كيف كان استقبال تحت، بطلع عباله مبسوط مش مبسوط، كيف نظفوا الأوضة، حطوا ويلكم جيفت أو لا، كيف برموا المنشفة، المخدية تركوها نسيها، إجي تليفون ركض لبرا نسي غراضه وراه. كاستمر بيهيفير كمان اكسبيرينس اكيد. في كتير قصص اللي هن مش بنخبر تنقول نحن ما حدا بنقول للناس، بس ليرنينجز حلوين.
few things الناس بتقول صعب واحد يدق لك او يحكي معك، صح او لا؟ صعب واحد يدق لي او يحكي معي، هيدا السؤال اللي سمعته عدة مرات. صح، انا جديد عم نسمع انه نحن ما بعرف اذا فينا ندق لك. شو تليفوني معي، في حدا ممكن يدق لي؟ افتح انستغرام وفرجيك انه في زيرو pending messages لانه جايب كل الناس. اللي بده يهين فيه وصل، بالعكس انا اقل الناس واقرب الناس على القلب والحمد لله، ورقمي تليفوني على جوجل. يلا يلا مثل ما مدعم للناس، يلا يلا كيف بيتواصلوا معك؟ شو الرقم بليز؟ اخيلك سمعتيت هلا الرقم، بكره بصير دين دين دين. الو يلا يلا فيني اسالك؟ في كثير هيك بقول لهم اهلا وسهلا فيكم، بس انه الو مرحبا انا جاي على لبنان. وين بروح؟ استاذ معلش بس لبنان 10452 كيلومتر، وفيت عندي 3300 حلقه على يوتيوب، بس فيك تكون اكثر؟ قال لي لا بدي شيء طيب، انا مرتي ما بدي يصير جايد. هاو كان يو سي شيء طيب؟ شاورما؟ فبعثت مساج على انستغرام قال لي انا جاي على بعقلين، او انا جاي على الشوف، معي نهار، معي اولادي بدنا نقضي النهار، وين بتروق وين بتغدى وين بتعشى، وين بروح سياحه؟ اهلا وسهلا. انت لانه وانت على بيرسونال ليفل انت بتحب ترد على الكل، يعني مش انه عندك سكرتير بترد لك اكيد اكيد. مرحبا، عرفتي بتاخذوا مع بعض. اوكي، واتس نيكست فور نو جارليك نو اونينز؟ واتس في شيء جديد؟ في شيء جديد جاي؟ في شيء ما حكيت فيه انت بعد؟ تكنولوجي ما مش معه. طيب يعني نقع هاي يب. شو في شيء جديد؟ في شيء جديد عبالي افتح له دكان وكل بدن العالم، وعبالي ارجع على استراليا، وعبالي على امريكا، وعبالي على كندا، عبالي اعمل فيري بيج بيرمننت ماركت لذيذ وحلو غير شكل وعشا وستريت فود ماركت واكل واجواء حلوه. سؤال عبالي. شو موضوع العراق؟ خبرنا شو عم تعمل ولا بعد كونفدنس؟ لا بالعراق عم نعمل شوز كثير حلوين، مثل مشوار تبع لبنان، عم نعمل تي في شو كثير حلو، نعمل اول حلقه ونحضر الثانيه سيزون 1 2 3 اند اون جوينج. عبالي اخذ هالسياره وطفي على العراق، ما بيعرف. حبيت بغداد ورحت هيك لشوف انه هل بحب، كثير حبيت، وقلت لا حلقه واحده ما بتقدم، لا اثنين وثلاثه واربعه، ليتس جو اند ليتس دو ات. Crashing one after the other. We have this one left. It's still surviving. فبغداد في اشياء كثير حلوه عم تصير. على هالاساس بقول من هلا لقدام في كثير اشياء حلوه، رح نعمل حلقه ثانيه وثالثه ورابعه ونرجع نحكي عن كل التفاصيل. على بالي عيد 10 سنين، على بالي اعمل، ما على بالي عيد بقنينه شامباني، ما رح نفتح، ما على بالي اعمل حفله، ما رح اعزم اصحابي على العشاء، مش هذا الموضوع. بس على بالي نحكي، على بالي نرجع هيك لورا ونقول وين بلشنا، شو تعلمنا، كيف اول ريفيو عملته، شو قالت الناس، اول حلقه طلعت على ام تي في شو عملت، كيف كان الميكرو، كيف كان الصوت عاطي، كيف كنت مستحي، كيف فتت لقط كاميرا وفتت على مطعم قلت له بدي صور بوقتها بال 2012، قال لي صور شو؟ ليه بدك تصور؟ وكثير هول التفاصيل الدقيقه نرجع نتذكر وحده yes. وحده 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 بمور ابيزودز كومينج سون. فهيدا تيزر صغير. We're gonna be hosting many people. نتحدث مع كل الناس وكل انواع العالم. وقفي مع الاعلان، وقفي مع الاعلان. السياره بتعقد، اسمها جيبرز، ما اسمها جيب، سياره صوتها رابز. بشرفك، شو بدي اقول لهم؟ شعراتي تغيرت القصه والقميص تغيرت مع انه لونه ابيض، ايش بدي اقول لهم؟ جرسنا انه بعد كل الخبريه خلصوا بطارياتنا، حميوا الكاميرات، بس رجعنا قلنا بدنا نصورها، واضطرينا نصور بعد كم يوم، يومين بالضبط، بس وي هاد تو دو ات. Great episode. شو بك؟ Frustrated، كان بدي احكي اكثر، كان عندي كثير اشياء بعد بدي اقول لك اياها. ما حكيت 20 دقيقة؟ 20 دقيقة؟ هيدا بعد ما شحلناهم. 20 دقيقة. Cruisin with Rabz. Rabz على الساحة، Rabz رح يجي على NoGarlicNoOnions، عنده بلاي ليست له، عنده شو له، عنده أكثر من 52 حلقة هيدي السنة، Rabz رح ياخذكم مشوار. تركني احكي يا انطوني، اوكي روق، رابز رح ياخذكم مشوار، يبرمكم، يفرجيكم، يعرفكم على العالم، يسألهم أسئلة كثير مهضومة، يسألهم يجاوبهم، مش بس هيك، نحن وين؟ قدام جيبس. لا مانا جيبس، it's not a jeep, it's a jeeper, it's a jeeper, it's a jeeper. من وقت ما تعرفت علي وانا بقول بدي شي نهار يكون عندي وحده منهم، هاي حلوه وهاي حلوه وهاي حلوه كثير وهاي كثير حلوه رائعه. يعني بكره بيجي نهار، فرح ناخذ الجيبرز ورح نبرم فيها ورح نفرجيكم دبي
على طريقتنا مع ناس كلكم عم بيكون تعرفوا عليهم كمان على طريقتنا. رامز it's your show, I disappear, حكيت خفية, thank you, good luck, أنا رجع المان. See you Anthony, مثل ما قلت لكم ومثل ما قلت لكم Anthony أكيد, we're starting a very nice episode, very nice series, cruising with Rabz all across Dubai and the UAE. We're always going to be in a Jeep every single time. Tune in every week, every Sunday على No Garlic No Onions page. Subscribe, like, follow us, we'll make it happen. Food, see you guys soon. Food, wait, رجع إجا. شو بدنا ناكل؟ وبدنا ناكل شو؟ شو ما بعرف, طعميني شي ما بعرف. بضل بده ياكل الزلمة. We'll see you soon.